is your. السلام عليكم، معكم سفيان دوبامين، مغني وفنان ان شاء الله صاعد يشق الطريق ديالو في واحد المسار ان شاء الله فني، غادي يكون يعني حافل اعمال ومشاريع الموسيقيه ان شاء الله في المستقبل. اليوم احنا هنايا كنتوجهوا في واحد الندوه صحفيه اللي مخصصه لواحد العمل فني ان شاء الله، اللي هو اول عمل موسيقي ديالي كمغني، و أغنية إن شاء الله غادي تبرتجها قريبا، واللي العنوان ديالها الحب زوين. العنوان كيهضر على راسه، الموضوع داين كيهضر على الحب بشكل عام، الموضوع كيعالج واحد حاجة كنعيشوها كاملين في المجتمع ديالنا. كنبغي نشكر بزاف ديال الناس اللي تعاونوا معايا في هذا العمل، من قريب ومن بعيد، من تقنيين، من اصدقاء، من داعمين. شكرا جزيلا، وان شاء الله نتلاقاو في مشاريع موسيقيه مستقبلا. شكرا جزيلا. السلام عليكم، معكم كريم جبران. شكرا بزاف على الحضور ديالكم، كنشكر الجهد الصحفي الاعلامي كامل على الحضور ديالي اليوم هنايا لدعم الشاب المتميز سفيان اشيبان. سفيان دوبامين، الملقب بدوبامين. سفيان واحد الشاب اللي كيستحق كل دعم، انسان صديق الجميع، انسان اللي ان شاء الله نتنبأ له جميعا بمستقبل مشرق ان شاء الله كبير. سفيان واحد الانسان رائع اللي ما عمرنا غادي ندخلوا عليه يعني باي مساعده، باي حاجه اللي يحتاجها. كنشكركم انتم بزاف، انتم بالصحه بخصوص اليوم، وجيتوا واحد الفريق موجود اليوم هنايا، فشكرا لكم بزاف. ونحن مع اي شخص طموح. يوزن تدي وانتنا بالصارين اللي سيد اللي سن نوغادير تسلحيت غصاد البارة الفرح يعني ويسن انتشيرة اللي سكن يانا الفيديو باريس وامان اللي اسم الفيديو كليفن هاتي الحب دوين. صراحة نفرح بها راسلت حيث يسفرح احنا كني تروى انتشيرة تروى وقادير الابداع نس بالفن. صراحة الفيديو ياد يفول كبارة يعجبه نكني غصاد نزويات اللي قيسي حاضر مجموعة من الصحفيين، مجموعة من الأصدقاء اللي نقولوا اللي برا يسوي من أمتشكار درمتيني يوسف سفيان أشيبان بتوفيق المسيرة يا دنس. أمتشكار كريم جبران المساعدة للكليب الفيديو كليب. أتمنى الشباب تكون زيد العمالات خصوصا تروى وكادير، تروى نتوس، تروى نتشيرا، أي زنون. شكرا بزاف، إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.